بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا محمد هذا يسأل على المحرك هذايا، هو يعني خدمة زي ما تقول، عمل له شميزات وعمل له ساقمونات وعمل له بوشات جوان، يعني عمل له عمرة كاملة، عمل له يعني ريفيزيون موتور نقول احنا بالفرنسي، أو عمل له عمرة كاملة يعني يقولوا جماعة الشرق يعني عمرة كاملة، يعني بدل له كل شيء جديد، وفي الأخير بعد ما خدمه كل شيء يطلع للديفو هذايا اللي هو دخان خارج من مكان مقياس الزيت أو مكان الجوج. أنا كم مرة قلت اللي المحركات هذوما راهم ما ينجحوش في خدمتهم، لأن بالأخص إذا كان زمنا نفهموا حاجة، كون القطع غيار الأصلية راهي عندها دور كبير. الأصلية ما هو القسم من الأصلية؟ الأصلية اللي تبيعها الدار، مثلا دار رينو، دار بيجو، دار مرسيدس، دار الفورد، أي دار هي تبيع قطع غيار أصلية فقط. البرة يقول لك أصلية، لكن هو يقصد أصلية مش أصلية متاع الدار، يقصد أصلية يعني ألمان، أصلية طليان، أصلية فرنسيس، أصلية ما نعرفش أي ماركة أخرى. في الحالة هذه القطع غيار الأصلية اللي هي أو المقلدة، المقلدة ما تمشيش مع المحركات هذه الجديدة، على خاطر المحركات اللي جديدة يعني سنسيبل ياسر، يعني حساسة برشا، نقولوا احنا حساسة كثير، يعني هي سيارة، هي يعني محركات ممتازة بالنسبة لصرف الوقود، كونسوماسيون نتاع الوقود، كونسوماسيون ديزل او اسونس، يعني صرف الوقود يعني سواء بنزين او ديزل ممتازين بالنسبة لصرف البنزين، يعني ما يصرفوش او الديزل. بالنسبة للسرعة زاد كذلك ممتازين جدا جدا، يعني يجوا وخفاف، انما جتابل، يعني نقولوا احنا يعني زي ما نقول خطوا لوح يقولوا بالليبي، او يعني اذا كان طاحهم بان ارميه وخود واحد اخر جديد، او يعني صار فيه مشكله لازم تغيير المحرك هذا. لا، في دول مثلا ما عندهمش محركات يعني مستعمله يتباعوا ممنوع عليهم او حاجه زي هذه، مضطر مسكين انه هو باش يعمل حاجات يعني زي هذه، يعمل ريفيزيون، يعمل عمره، يعمل او لكن راهو كلها تابع بعضها، راهو يعني انت باش تخسر، راك باش تخسر يعني خساره زايده. على الاقل تمشي للدار تشوف في الدار شنو هو اللي يبيعوا، كان يبيعوا البيستونات وحدهم ومعاهم بلوك، تاخذ بلوك جديد، بلوك موتور بلوك، وتاخذ بيستونات جدد، او يبيعوا نصف محرك مثلا، او يبيعوا نصف محرك، او يبيعوا محرك شورت نسموه احنا، يعني موتور من غير اكسسوار، محرك يعني عريان ما غير اكسسوار، ما غير كماليات، باش هذا كله باش ما تخسرش فلوسك بالفارغ. لان احيانا توا يجوا يعني يسالوني بالتليفون او بالكومنتير، يقولوا لي بالله راني ما عنديش فلوس ونحب نعمل نخدم المحرك نتاعي، نحب نعمل له عمره او نعمل له ريفيزيون او نبدله. ننصح نقول له لا، راهم ما ينجحوش، تنجح واحده على 100، مش يعني هذا اذا كان انسان يعني كان حريص جدا وشراء قطع غيار ممتازه جدا، ويكون خراط يعني تورنير يكون ممتاز جدا، لان تابع بعضه، كل شيء تابع بعضه. لان بالله اذا كان محرك توا انت ماشي فوق 200,000 و 300,000، البيستونات نتاعو مش مازال تطرب منهم، يعني البيستونات نتاعهم عاش يقبلوا ساقمونات او تحط فيهم ساقمونات جدد، او فاشي يقولوا الليبيين تحط فاشي جديد ولا حاجه وترجعهم، صعب ياسر باش يمنعوا، يعني لازم يتاكلوا. والحاجه الاخرى اذا كان انت باش تعمل ساقمونات او باش تغير المعاش اسمهم بالعربيه اللي هم الفاشي، المشكله نتاع الشميز او القميص اللي يقولوا المصريين، اخوانا المصريين يقولوا قميص، الشميز هذاك يتاكل اوفال، نقولوا احنا يتاكل كي الدحيه كي العظمه، يتاكل يعني ماهوش دائري بالضبط، يتاكل يعني زي البيضه، خاطر علاش البيستون وقت اللي يطلع وينزل ما يطلعش ينزل المستوي، يطلع وينزل يمين ويسار، يمين ويسار او امام او الخلف، يمين ويسار امام، فياكل جهتين برك، ما ياكلش الشميز ما ياكلوش مدور، ياكلوا يردوا كي البيضه كي العظمه، يعني ماهوش يعني مدور دائر. فانت وقت تركب السيجمونات جديد وتركب بيستون جديد حتى ولو على شميز قديم، انت ما عملت شيء،
سواء في الاسانس ولا في المازوت او البنزين او في الديزل. انت ما عملت شيء في الحاله هذه، هو باش يمشي مده لين يعاود يعمل يتاكل اكل السجمون اللي هو الفاش يتاكل مع دورة الشميز، ويولي ياخذ نفس القياس وعاود يرجع زي ما كان من جديد وياكل الزيت. يعني عمليه فاشله. تو اخونا محمد وقع في المشكله هذه. اخونا محمد تو ما عندك حتى حل اخر انك انت باش تعاود تحل المحرك وباش تعمل مشكله لنفسك وكذا. هذا المشكل ينجم يكون يا اما الميكانيكي تكسر منه سيجمون اللي هو فاشي، او اول خراط غلط يعني عمل يعني خرط يعني ماهوش مستوي، او البيستونات تعبين ما عادش فيهم، يعني البيستونات يعني تعبوا ما عادش ينجموا يتحملوا سيجمون جديد. لان تو اذا كان واتت الفرصه نوريكم كيفاش السيجمون يتعب في بلاصتو. مكان السيجمون يولي واسع، كان مكان السيجمون ولا واسع وما عادش فيه فايده باش يعاود يعني يخدم، لان كل حاجه عندها عمر، وهذا اللي لازم نفهموه. هو طلب مني اخونا محمد يعني شنو اللي عمل، ما عندك ما تعمل اخونا محمد، كمل امشي به وحاول ما تنزلش عليه، يعني خليك يمشي به عادي، يعني اقضي به مصالحك. ان شاء الله يطلع ما ياكلش زيت، لان ساعات احيانا يطلع ما ياكل زيت انما يبوخ. يعني ليه انت تغير محركك وخاطر كان مش تعاود تحل، مش تحل مشكله اخرى على روحك ومصروف زايد اخر على نفسك. ولهذا من ننصحك ما تعاودش تحله، كمل بيه كيكا. ان شاء الله تنفعكم النصايح هذه، وان شاء الله تاخذوا بها، لان النصايح انا عندي خبره فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.